تحركات متواصلة واهتمام لا تخفيه الحكومة اليمنية صوب إعادة تشغيل وتطوير أداء القطاعات النفطية في البلاد وزيادة إنتاجها. اهتمام عكسته الزيارات المتوالية لمسؤولي الحكومة لأهم القطاعات النفطية في محافظة حضرموت، فضمان استمرار عمليات تصدير النفط يشكل إحدى أهم الأولويات كرافد رئيس لخزينة الدولة. أول شحنة كانت صدرناها في أغسطس 2016 3 مليون برميل، الآن بمعدل كل شهرين نصدر حوالي 2 مليون برميل بشكل منتظم. في الأسبوع الماضي صدرنا حوالي 2 مليون برميل، أيضا أعلننا مناقصة في الأسبوع الماضي لتصدير 2 مليون برميل أخرى خلال الشهرين القادمة. صحيح أن جهود الحكومة وعبر شركتها الوطنية بترو مسيلة نجحت في تشغيل القطاعات الأربعة التابعة للشركة، إلا أن معدل الإنتاج لا يزال منخفضا قياسا عما كان عليه قبل اندلاع الحرب في البلاد، فالمئات من الآبار المنتجة لا تزال متوقفة بعد تعرضها للتخريب وارتفاع تكلفة إصلاحها. ما بدأنا في أغسطس 2016 كان بدأنا بإنتاج قليل جدا اللي هو 5000 برميل، مقارنة باللي توقفنا عليه 2015 اللي هو 28000 برميل. بدأنا شوي سلول يعني نحن نعيد الآبار وتأهيل الآبار وإصلاح ما تم تخريبه، إلى أن وصلنا 7000 10000، والآن نحن في حدود 12500. ولا تتوقف المعضلة هنا، فعمليات الإصلاح تحتاج إلى توفير قطع قيار ومواد كيميائية تتطلبها عمليات الإنتاج، وفي بعض الأحيان إلى فرق أجنبية متخصصة، وهو ما قد يصعب تحقيقه سريعا في ظل استمرار الحرب والاضطرابات الأمنية في البلاد. ورغم جملة الصعوبات هذه، إلا أن جهودا حقيقية يقوم بها مهندسو شركة بترو مسيلة وبإسناد مباشر من قبل الحكومة للتغلب عليها، وهي الجهود التي أثمرت حتى الآن في رفع الإنتاج من الرقم صفر في أغسطس الماضي إلى قرابة 40000 برميل يوميا. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.